سيدتي الرئيسة، الأعضاء الموقرون للمحكمة، إنه فخر وشرف أن أقف أمامكم اليوم بالنيابة عن دولة جنوب إفريقيا. أود أن أعبر عن امتناني للمحكمة الموقرة على عقد هذه الجلسة وفي أسرع وقت ممكن من أجل النظر في طلب جنوب إفريقيا بفرض تدابير مؤقتة. وفي طلبنا وطلب جنوب افريقيا قد لاحظت النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الاسرائيلي منذ عام 1948، والذي قام بطريقة ممنهجة في تشريد وشردمة وتقسيم الشعب الفلسطيني وحرمانهم بشكل متعمد من حقوقهم المتعارف عليها دوليا، على رأسها حق تقرير المصير وحقهم أيضا المشروع عليه كعودة كلاجئين إلى قراهم ومدنهم، إلى ما هو يسمى بإسرائيل الآن، كما أيضا إسرائيل ونظامهم أيضا بقوانينه التمييز العنصري، ممارساتهم التي سممت من أجل فرض الهيمنة وإخضاع الشعب الفلسطيني للتمييز العنصري على كلا طرفي الخط الأخضر، عقود من الإفلات من العقاب وفي انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. جرأت إسرائيل وأعطت إسرائيل الجرأة في التكرار وتكثيف جرائمها الدولية في فلسطين. ومنذ البداية جنوب إفريقيا تدرك بأن هذه الأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل وهي مرافقة للأعمال غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، إن الطلب يتعلق بالإبادة الجماعية وفي سياقها الأوسع ل 75 عاما من الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال و 16 عاما من الحصار على قطاع غزة، حصار بحد ذاته وصف من قبل الأمين من المسؤولين الأمميين بأن غزة هي عبارة عن مكان قتل للفلسطينيين. وكلجنة لإزالة التمييز العنصري وتحذيراتها في 21 ديسمبر بأن خطاب الكراهية والتمييز موجه ضد الفلسطينيين، والذي سبب بعد قلق كبيرة ضد إسرائيل والتزاماتها والتزام أخرى في ارتكاب مبادئ جماعية في غزة. في هذا الصباح كان هنالك عدة تنبيهات، بما في ذلك المقرر العام للأمم المتحدة في تقرير 73 حول فشل النظام الدولي للتحرك لمنع إبادة جماعية تتكشف في غزة. اليوم ينضم للمحكمة ممثل للدولة الفلسطينية، فلسطين عمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مقيمين أيضا مقيمين في غزة كانوا هنالك منذ أيام.